بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. السؤال يا شيخ حفظك الله، في من صار متمتعا وأتم أعمال العمرة ثم خرج إلى المدينة، هل يلزمه الإحرام في مثل هذه الحالة؟ لا، خرج إلى المدينة بنية الرجوع. بنية الرجوع نعم، لا يلزمه الإحرام لأنه متمتع يبقى على حلم، يبقى على حلم، ويوفي اليوم الثامن يحرم بالحج. بس على التمتع. نعم.